طيب الصورة على الشكل التالي، بدنا نشنق تيمور، إيدنا مليانة وموقفنا قوي، يعني رح نعلق له مشنقته. يعني أنا ما بدي لا نشنقه ولا نعلقه ولا نقتله، أنا بس بدي إياه يقتنع بالطلاق وبكف. هو قال لك أنا علاقتي انتهت وما عاد عم نلتقى مع بعض، ما هيك؟ إيه صح هيك. ومن بعدها زوجك وحماتك شالوكي على كفوف الراحة وتمسكنوا مشان ما تترك البيت. إيه مزبوط؟ صاروا يعملوا حركات غريبة كتير. صار في شغلات. وشاف الاستدعاء تبع المحكمة، وأول ما شافه بلش يصرخ ويعيط. إيه صرخ صرخ. هلأ رح يروح ركض لعند هديك المرأة. يعني هو قال لي إنه نهى العلاقة، يعني هو هلأ عم يحاول ينقذ زواجنا، قصدي عم يحاول يصلح الشي اللي انكسر. بس هاي المرأة معقول يروح لعندها؟ ايه معقول كتير، كانوا منفصلين من فترة طويلة، وبعد ما استوعب إنه أكل ضربة قوية رح يركض ركض لعندها. لا تعصبي ولا حتى تزعلي، هني هيك لأنهم ما بيتقبلوا فكرة إنهم ينتركوا، فبيلجأوا فوراً لمرة تانية. واضح إنه لسه في عنا طلعات ونزلات كتير معك. عفواً بس أنا بدي أقوم غسل وشي، حسيت الكلام تقيل علي. مع الوقت رح تحسي هالكلام أخف. شاقلة لوين رايحة؟ عالحمام. خليك، لا تتركيني لحالي. ايه حبيبتي شاقلة، بالوقت يلي أقرب صديقاتك عم تحاول تتطلق أنت متضايقة عليها كتير، الموضوع مو سهل أبداً. صعب كتير، ما عم بقدر أتحمل طلاق بها، وخصوصي إذا في شي بتعرفيه وما بدك تخبريها فيه. شو الشي اللي بتعرفيه وما بدك تعرفه بهار؟ قلي لي لشوف. قلك شو مخبيه؟ نحنا قلنا لك ما في ولد، بس على الأغلب في ولد. رينجن عنده بنت من تيمور؟ رينجن هيك قالت، وسألت تيمور وتيمور اعترف، وأنا اللي لازم خبر بهار، بس أنا ما عم بقدر إلا. ما في دليل ما هيك؟ بس هنن قالوا بلسانهم، شو بدك دليل أكتر؟ بلكي المرة كانت عم بتكذب وتيمور هيك مفكر، ما منعرف يعني. بلا ما نعكر الأجواء مبينة بهار حساسة، بس أنا النار عم تاكلني من جوا، لازم إلا. لحتى نمشي خطوة لقدام لازم يكون في بين إيدينا دليل. الطلاق من رجال من هذا النموذج أمر صعب كتير عن جد. أنت اسمعي كلامي ولا تحكي شي بنوب.